نادي المالوف التونسي بالدوحة تأسس بداية سنة 2018 بمبادرة من مجموعة من هواة الموسيقى من التونسيين والتونسيات المقيمين بالدوحة، ويضم ثلة من العازفين والمغنين الهواة من مختلف الأعمار والجنسيات. تحمل الفنون والموسيقى أبلغ رسائل الأمل والسلام والتسامح بين الشعوب، ولا سيما إذا عبرت بصدق عن هوية وثقافة أصيلة على غرار موسيقى المالوف التي تشترك فيها تونس مع بقية الدول المغربية، والتي تعكس خصوصية موروثها الغنائي وتعدد روافده وتأصل طبيعي، وتعكس كلمة مالوف المشتقة من المألوف والتوليفة والألفة هذه الخصوصية وهذا التعدد، حيث يعتبر المالوف التونسي خلاصة تلاقح الثقافات والحضارات الموسيقية المحلية التونسية والمشرقية والأندلسية والمغاربية والعثمانية.